أما بعد فيا معشر المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. يا معشر الشباب ويا غير الشباب، الشهوة الجنسية غريزة جبلت عليها النفس البشرية، فقد جعل الله سبحانه هذا الميل الغريزي في كل من الرجل والمرأة لتحقيق هدف سام، وهو بقاء النوع الإنساني. يا معشر الشباب، إن الشهوات إذا تسعرت نارها واشتد سعارها ولم تلجم بلجام التقوى والخوف من الله، فإنها حينئذ تورث انحرافا في الغريزة. وهذا الانحراف له آثار إنسانية وإيمانية واجتماعية وسلوكية ونفسية ومرضية. ربما وجدت عابدا زاهدا فارق الدنيا كافرا، كانت بداية انحرافه نظرة، والنظرات تورث الحسرات. أولم تسمعوا عن حافظ للقرآن تنصر، وآخر كان مؤذنا فترك الأذان وارتد؟ فلماذا؟ لقد كان السبب النظرة الأولى. يا معشر الشباب، إن بداية الانحراف في هذه الشهوة سببه الأساسي مرض القلب وعدم رسوخ الإيمان فيه، فإذا ما عرض له شيء من الفتنة مال إليها وتأثر بها فازداد مرضا على مرض. إن القلب الذي تنوق حلاوة الإيمان لا يمكنه أن ينصاع لوساوس الشيطان أو يفتن بما يعرض له من الشهوات والمغريات. إن الشهوة الجنسية وقودها النظر إلى الحرام، بل هو الخطوة الأولى، نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. إن النظرة الأولى تجرئ على ما بعدها، والعين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته. والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية، فإن لم تقتله جرحته، وهي بمنزلة الشرارة من النار، ترمى في الحشيش اليابس، فإن لم تحرقه كله أحرقت بعضه. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيث موقوف على الخطر. وإنما كان النظر بهذه الدرجة من الخطورة لأنه يتبعه ما بعده، فحين ينظر المرء نظرة محرمة ترتسم الصورة في قلبه ويزينها الشيطان له فيثيرها في كل موقف. وحين يخلو بنفسه ويأوي إلى فراشه يعيد الشيطان الصورة في ذهنه فيتذكرها ويفكر فيها، ويطول معه التفكير حتى يصبح ديدنا وشأنا له. وحين يطول التفكير بصاحبه ويستولي عليه فقد يتطور به الأمر إلى التفكير بالفعل والممارسة، وتبدأ المسألة من كونها مجرد أفكار إلى أن تتحول إلى نية، ثم إلى تخطيط وعزيمة، ثم إلى الوقوع ربما في الفاحشة والفساد. فإن لم يكن كذلك فقد يؤدي به إلى ممارسة العادة السرية، والوقاية خير من العلاج. يا معشر الشباب، إن الشهوة نار لا يشتد أوارها إلا بالتساهل في أسبابها وموقداتها، فكيف يسلم من داء الشهوة
من يتساهل في مشاهدة الأفلام والمسلسلات أو متابعة القنوات بحجة الأخبار والمناظرات، وكيف ينجو من نار الشهوة من يسمع الغنى ويرتاد تجمعات النساء، وكيف يسلم من داء الشهوة من يقلب المجلات الهابطة. يا معشر الشباب، لا تغتروا بالتزامكم ولا تعجبوا بأعمالكم ولا تأمنوا مكر الله، فأول داء يتسرب إلى نفوس الصالحين هو العجب والغرور بالطاعة، فإذا استحكم هذا الداء فهو علامة على تسلط شهوة حب النفس، ونذير خطر بأن هذه الشهوة الخفية تمهد الطريق لتسلط الشهوات الأخرى. لقد تساهل شباب صالحون بالنظر إلى النساء عبر القنوات الفضائية، وتساهل آخرون في مشاهدة مواقع الإنترنت الفاضحة، وتساهل فئة في قراءة صحف ومجلات ساقطة، كل ذلك بحجة الثقافة واعتمادا على قاعدة الالتزام. ولعمر الله ذاك باب خطير ومزلق عظيم تساقط فيه أخيار وزل فيه عباد أطهار، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. يا معشر الشباب، أدرك أنكم في زمن تواجهون فيه تيارا جارفا وطوفانا هادرا من الشهوات يلاحقكم أينما كنتم وحيثما حللتم، حتى لا يقول القائل وماذا تجدي المواعظ والخطب، إنكم لتقولون للشباب كن صينا وعفيفا، وهو يخرج فيسمع إبليس يخطب بلغة الطبيعة الثائرة في السوق على لسان حال المرأة المتبرجة، وفي الحدائق وعلى السواحل على لسان النساء السافرات، وفي القنوات الإعلامية على لسان المناظر المتهتكة المثيرة، وفي المكتبات بل وفي البقالات على لسان الجرائد والمجلات المصورة والروايات الغرامية الماجنة، وفي المدرسة والشارع على لسان أصحابه المستهترين، بل وفي جوار بيت الله حيث النساء اللاتي لم يأتين يبغين حجة ولا عمرة ولكن ليفتن الشباب المغفلا. إن الشباب تتعبده الشهوة فيخضع لها، لأن سهامها تنصب عليه من كل جانب فلا يطيق أن يتقيها، فيصورها له خياله عالما مسحورا عجيبا وجنة فينانة غريبة فيتمنى دخولها، فلا يجد من دونها حجابا بل يجد من يسوقه إليها ويحفزه عليها، فلا يخرج منها أبدا ولا عليه إن ماتت الأمة أو عاشت. فهل من علاج لهذا الداء؟ فهل من علاج لهذا الداء؟ فهل من علاج لهذا الداء؟